كلها رصاص ودم. ايوه حضرة الرئيس، لكن دي مش جناية ولا جنحة، دي حادثة قضاء وقدر. وانا اشوف ان مفيش مانع ابدا اننا نحفظ الاوراق. لا يا استاذ عباس، مش علشان ما المتهمة خالتك وبنتها خطيبتك عاوزنا نكلفت الحكاية. عيب الكلام اللي بتقوله ده يا علي بيه، انا بتكلم بصفتي وكيل نيابة زيك، بدافع عن العدل والحق زيك تمام. ما كنتش عايز تحفظ القضية افرج عنها بكفالة، انما حرام عليك تمرمط واحدة ست محترمة زي دي علشان تخلص انت من المسؤولية. ما تأخذنيش يا عباس بيه، انت لسه عارف تاريخها. تاريخها اشرف وانزه تاريخ، بس للي يتحرى الحقيقة، وانا ما اسمحلكش انك تتكلم عنها باللهجة دي قدامي. ايه يا جماعة، مفيش داعي للخلاف ده كله، انا هحول القضية لمحكمة الجنايات وهي تعرف شغلها. اذا يا حضرة الرئيس انا مضطر اني اقدم استقالتي علشان اتمكن اني ادافع عنها بحرية. زي ما تحب، انا ما اقدرش احوشك. بس يعني كونك تدافع عن واحدة قتلت اخوك، الناس تقول ايه؟ الناس تقول اللي تقوله يا علي بيه، انما حكم المحكمة هيخرس كل لسان. اقل منها؟ ما هي بعملتها دي ورثتك الوقف كله. يا حضرات المستشارين، يحزنني ان ارى زميلا لي بالامس ممن نصبوا للدفاع عن المظلومين ينصب نفسه اليوم للدفاع عن قاتلة شابين في مقتبل الحياة، احدهما ابن من تكرهه والثاني لا ذنب له في الحياة الا انه كان ضحية فقر امه وابيه وضحية طمع اشعبي من امرأة جبلت على الشر وتدبير الجرائم. يا حضرات المستشارين، سأذكر لحضراتكم تاريخ هذه المرأة منذ 20 سنة، وسأبين لكم بالدليل القاطع أن روح الجريمة متأصلة فيها من قديم، وأن هذه الجناية التي نحن في صددها ليست إلا الحلقة الأخيرة من سلسلة الجرائم التي ارتكبتها. يا حضرات المستشارين، لعلكم وقد عرفتم وقائع هذه الجريمة المنكرة، قد عرفتم كذلك أن في صدور بعض النساء قلوبا أقسى من الصخر، وأن في الناس من يصور بتفكيره ويأتي بيده ما لا يخطر على بال أقدر القصصيين والروائيين، ومنهم هذه المرأة. فاحكموا يا حضرات المستشارين حكمكم الرادع لأمثال هذه النمرة، وسكنوا بقصاصكم العادل تلك القلوب التي عبثت روح الإثم والجريمة بآمالها، وطبقوا منطوق المواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات أقصى ما يتضمن من عقاب، وهو الإعدام. مش كلام، أعلي منه. ما أظنش إعدام، يمكن مؤبد بس. هو بكلامه ربنا موجود. الدفاع اتفضل يا أستاذ. هيقول ايه يا اخوي؟ ما هي ثابتة عليها. ما يوفر كلامه وريحنا، هو في غير الاعدام؟ يا ما انت كريم يا روم، دلوقتي الحق يظهر. ربنا معاك يا ماما. يا حضرات المستشارين، ارى من الواجب وقد روت لكم النيابة حادثة قديمة جرحت بها سيدة طاهرة النفس واليد لتثبت تأصل روح الشر في نفسها، أن أبين للمحكمة أنها لم تفعل ما فعلت إلا لتأصل روح الخير في نفسها، وأنها إنما كانت تعمل بوحي من ربها لتتلافى شرا أراده من تعمد مخالفة شرع الله. من أجل هذا لم أتردد وأحد القتيلين أخي والمطالب بالدم أبي أن أخلع عني ثوب النيابة وأرتدي ثوب المحاماة وآتي إلى هذه الدار الوقورة لأحتكم إلى عدل القضاء وأظهر للملأ براءة سيدة النبيلة. شوهت النيابة حقيقتها وأنكرت فضيلتها وكانت مع الدهر الظالم عليها. جئت أدافع عنها لا لأنها خالتي يا حضرة الزميل الفاضل، ولا لأن ابنتها الحسناء خطيبتي، لا، بل لأن الحق أحق أن يعلى ويتبع،
ولأن قضيتها في الواقع قضية المجتمع. ولقد قال الرسول عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. سأروي لكم الحقيقة خالصة لله والوطن، وذاك كما شاهدتها ولابستها وسمعتها ممن لا حاجة به إلى التشويه والتمويه، والحكم إذ ذاك لكم. إن هذا الوجه العاتب على الزمان لم يكن يظن أن الدنيا هكذا ظالمة حتى لمن يحسن إليها. منذ 22 سنة كانت السيدة فيئة هانم في ريعان الشباب والأمل الزاهي، سعيدة بما يرفرف على بيتها من الحب والوفاء الكريم. والله لولا إلحاح عثمان ابني وخوفي لا يأخذ على خطره مني ما كنت جاي عيد ميلاد بنته النهاردة. شمعنا سبعتنا على بيت ابنك عمر؟ لما ابن عباس خد الشهادة كنت مبسوط ليلتها ومصهدل. عباس حيبقى راجل ويقصون اسم البرق في الدنيا هو وأولاده وأولاد أولاده، لكن صافية دي ايه؟ ما هي بنت ابنك برضو. هيجي يوم تتاوى في بيت راجل أجنبي، وإذا كان أبوها حيسب لها ثروة حتاخدها القلوب البوارد. ما هي الدنيا على كده من يوم ربنا خلقها. ما هي ماشية غلط في غلط. هو أنت يا باشا اللي هتعدلها بكلامك؟ إيه معروف بطل الكلام ده بقى، دورت بنتك حرام عليك. جرى إيه يا هاني؟ عيب الكلام ده. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب يا عثمان بيه. وانت بالف صحه يا بابا. اهلا بمنصور. اهلا وسهلا يا نينا. اهلا وسهلا بيك يا عثمان يا ابني. اخوك عمر واولاده جم يا عثمان بيه؟ لسه يا بابا، مفيش غير ابن عباس جه من المدرسه على طول. ده ماله؟ ده ابن خالته. اللي مالوش ام تبقى خالته ام، خصوصا اذا كانت مرات ابوه واحده زي الست خديجه بنت الدايه اللي الود ودها. اعمل معروف بطل الكلام ده بقى. اهلا بعباس. اهلا اهلا وسهلا. مبروك يا ستي. عقبال ليلة فرحها في حياتك يا نينا وحياة رعاة البلد. مبروك يا اختي، عقبال كل سنة. تبارك فيك. بصي يا ماما عمتي عجيلة جابت لي ايه؟ اصلا دي حلوة قوي، عقبال ما نجيب لها البيت عجلتها ان شاء الله. مش قلت لها ميرسي يا عمتي؟ قالت يا اختي قالت. وبسيبها كمان يا نينا. انا علي هديتك يا منصور لما تاخد الشهادة زي عباس ابن عمك، هجيب لك بسيكليت. متشكر يا جدي. يا سلام. يا ريت يا بابا تخفف السجاير. حاولت كتير ما قدرتش، امر لله بقى. السيد عمر جه. اهلا وسهلا. مبروك يا سي عثمان. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. اهلا بيها ونفرح وياكي في حياتك يا اختي. يلا يا فايقة هانم لبس الولاد طراطيرهم. ازاي حال الدكان يا سيد عمر؟ الله يريحني منها، لا في بيع ولا في شراء. ازاي ده ما فاتش على مصر سنه زي دي؟ القطن ب40 ريال والعطاره بتراب الفلوس. خد يا عباس البس ده زي صافية عشان هتقعد جنبها على راس السفرة. أيوة زي العريس والعروسة. إن شاء الله أعيش وأشوف فرحهم. في حياتك يا نينا وحياة بابا الباشا. خد يا منصور أنت ورشاد البسوا التراتير دي كده. تفكر نفسك حلوة يا استعديلة. أمال يا سيد عمر، والله ما تعجبني في مصر واحدة زيها. حقيقي جت عليكي تمام يا عديلة. البسي يا فايقة هارم واحدة زيها. خد يا سيد عمر برنيطة كونت أهي. خلينك أنت الكونت يا سي عثمان، اسمك جاي من بليل. اما احنا بتوع الغولية ناس على قد حالنا. ده انت سيد الناس يا سيد عمر. ما تشوفي لي يا اختي واحده مدندشه. ما تشوفي لها واحده مدندشه. عارفه تعجبك دي؟ حلوه يا عمر. دايما امل ان شاء الله تلبسه دايما وتتهني. البسيني انت اخرى طرطور
ويلا بينا بقى نشرب الشاي خلينا نروح بدري. يلا 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 يلا. أقوم أقول الخطبة؟ عباس محضر خطبة، تسمح يا بابا يقولها؟ معلوم. يلا يا عباس يا برقي، عقبال ما أشوفك قاضي زي عمك. جدي العزيز وجدتي العزيزة، اجتمعنا الليلة في منزل عمي العزيز عثمان بيه لتهنئة أختنا المحبوبة صفية لمناسبة بلوغها الرابعة من عمرها السعيد إن شاء الله. وإني لأدعو الله أن يعيد عليها وعلينا جميعا هذا اليوم مكررا 100 عام في ظل جدي وجدتي وأبي وعمي وعمتي وخالتي بالسعادة والبركة. وإني لأشكر عزيزتي صفية لأنها اختارتني للجلوس إلى جوارها على رأس هذه المائدة فأولتني بذلك شرفا عظيما. كل عام وحضرتكم بخير. يا عريس والعروسة. ده انت عينك قوية يا صافية، لسه ما تعرفش تخبي. اخبي ايه يا بابا؟ اللي كشفتيه يا مقصوفة. ليه يا عمر يا ابني؟ اقفل شباك، الدنيا هوا على ابوك. الدنيا حر يا نينة، شوية بس عبا من هوا الصالة. ويه ودا اقفل الشباك يا عجيلة يا بنت. حاضر يا نينة. مش الاحسن اني اروح؟ انا حاسس بتعب من بدري. ما ترتاح عندنا يا بابا. كتر خيرك، الاحسن اني اروح. السرير جاهز والاوضه دافيه. كتر خيرك يا بنتي، يلا بينا يا نبويه. يلا. سلامتك من قلت اه. الكحه دي هتقتلني. بعد الشر عليك، خد الدواء ده هيسكن شويه. بالشفا ان شاء الله. سخنتي الردة كويس يا عديلة؟ ايوه يا نينة، ربنا يجعل فيها الشفا. فاتت علينا ليله امبارح كده، طيب ما نمناش لغايه دلوقتي. سلامته الف سلام. صباح الخير يا جماعه. يسعد صباح. انت فين يا عمر يا ابني؟ الدنيا زي الوالد النهارده. زي امبارح. ايه الكلام ده بقى يا ابني؟ ما تجيش تسال على لا انت ولا مراتك الا لما ابعتلك. وهو انا فاضي؟ ما هو طول عمرك كده، ولا هيفضل الحين جايين ونعطل اشغالنا. امال يا ابني تسيبه عيال؟ كتر خير عثمان اللي صبح ومسا هنا. ما احنا شمعتنا دايما مطفيه، ما نعرفش انوالي الا النهارده. اطلع شوفه بعينيك. اذا كنت شايف ان الحاله تستوجب عمل كونسولتو اعمل معروف يا دكتور. مفيش مانع علشان نتاكد من الحاله، لكن يعني مفيش رجع يا دكتور. مفيش ازاي يا سيد عمر؟ لكن الاعمار بيد الله. لكن الشيخوخه لها حق. برضه نعمل كونسولتو يا دكتور، مين يعرف؟ حاضر، اجي النهارده الظهر انا والدكتور ناجي والدكتور سليمان. نهاركم سعيد. نعم سعيد. كونسولتو ايه يا اخوان؟ انت فين يا نينة؟ ادي حال الدنيا الحمد لله اللي سابنا رجاله. فين عثمان اخويا عمان؟ جوه في اوضه المكتب بيكتب اعلان الشكر. وده وقته، ما يخليه بكره يا عثمان بيه. عثمان افندم. مش تيجي يا اخي نشوف البيت هيتفتح ازاي بعد ابونا؟ انا مستعد، تحب نعمل ايه؟ اولا نفتح الخزنه نشوف فيها ايه وبعدين نتدبر. نينا فين مفتاح الخزنه؟ مع عديله. قومي يا اختي ادي المفتاح لاخوك. مش تخلي الحكايه دي لبكره، احسن الواحد دماغه ودلوقتي نص الليل. يا سيدي تعالى خلينا نخلص. اديت حضرتك كل اللي كان فيها 170 جنيه. ودول مالهم دول؟ انا بتكلم عن المتانت اللي محوشه. وانت منين تعرف اذا كان محوش ولا مش محوش؟ ولا ناس انه دفع باقي ثمن عزبه البدرشين قبل ما يوقفها بثلاث اربع اشهر؟ على كل حال ما فيش فايده من الكلام، انا اقعد افتش. تعالوا ابنا برنا في الواسع. هذه قالت ايه يا سيدي المديه انت؟ اهي الوقفيه.
أوقف منصور باشا البركي ابن حسن ابن محمود البركي رزبة قها ومساحتها 260 فدان على نفسه في حياته، ثم من بعده على ولده عمر، ومن بعده على ذريته من الذكور دون الإناث، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الله يرحمه. وعزبة البدرشين وقدرها 240 فدان، ومعها منزله في الحلمية الجديدة على نفسه كذلك، ومن بعده على ولده الأصغر عثمان، وبعده على ذريته من الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة. وجعل النظارة لنفسه على الوقفين في حياته، ومن بعده للولدين. كل على ما أوقف عليه، وعلى كل منهما أن يخصص ربع العشر من الريع للخيرات. يعني ما سابش حاجة العديلة بنته، لا العديلة ولا لك ولا لحد من الستات أبدا. لا حول الله، يعني دي مش بنته، من دمه ولحمه. مش عارفة المرحوم بابا عمل كده ليه، ده ما يرضيش ربنا. ده البركة في اخواتها، هم حيسيبوها؟ ربنا يبعت لها ابن الحلال اللي يغنيها ويسعد أيامها. تحقيق ان ابوها اللي رحمه كان عارف ان جواز البنات دول عينيهم فرغة، وان ولادهم ما تأخذونيش اجانب على اي حال. بنونا بنو ابناؤنا، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدين. يعني هو اعدل من ربه؟ ده مفيش في الدنيا شرع اعدل من شرعنا، ولا توريث اصلح من توريثنا. وهنعمل ايه يا سيدي؟ هو ده اللي حصل. قومنا المراجعه، خلينا نروح. خليها شويه كمان عشان عايزك في كلمه جوه. في كلمتين يا سيدي. انا مستعجل، في حاجه ضروري؟ مش لازم نشوف لنا طريقه للست الوالده وعديله زي ما قلت. تقصد ايه؟ واجب نعمل على نفسنا نفقه ثابته يعيشوا بيها. ولزومه ده ايه دلوقتي؟ ما تبيع العفش والعربيه والحصانين وتصرف عليهم من ثمنهم، ولما يخلص يبقى يفرجها ربنا. عفش ايه وعربيه ايه يا سي عمر؟ ده كلام ينقال؟ ما انت ناوي تجيب عزالك هنا، يبقى زوم العفش ده ايه؟ احنا مالنا يا سيد عمر، ده عفش الوالده لنا تصرف عليه. انا كان قصدي اقترح عليك اولا كل واحد منا يخصص لهم نصيب الخيرات اللي في الوقفيه. نصيب الخيرات؟ بتقول ايه يا سي عثمان؟ بقول نخصص لهم نصيب الخيرات، فيها حاجه؟ الخيرات دي للمحروم والبائس وابن السبيل. اما كنتش عارف الشرع انا اعرفه. طب ما هم دلوقتي من صنف البائس المحروم، والاقربون اولى بالمعروف. لا سيدي ما تعملش عليا لعبه، انا عارف انت بتنشن على ايه. بنشن على ايه معاذ الله؟ على نزار يا سي عثمان. اديهم نصيب الخيرات من هنا، وانت تروح المحكمه من هنا وتطلب عزلي. لا يفتح الله. اذا ما تاخذنيش لما ارفع لوالدتك واختك قضيه من دلوقتي اطلب فيها نفقه ثابته. اللي يخلق من كوعك اعمله. قال كلام يا مرشاه؟ خير. مش قلت لك انه وعده مستخبي؟ ايه جرى حاجه؟ عاوز يرفع عليا قضيه نفقه لام اخته، ويعزلني من بنت على عزبتي. الكلام ده ايه؟ اهو كده. طب مش قاعد لك في مصر؟ هقفل الدكان من بكره وعزل على اها، وبقى اتفضل ارفعها عليا هناك. قومي، مستني ايه؟ وانت عز مستني ايه؟ ما تكونلكوش في عزا بقى، ربنا يقصر ليلتكوا بخير. اديهم نصيب الخيرات قال فوق اللي طرم الخزنه. جرى ايه يا عثمان يا ابني؟ كل خير يا نينا. وايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ معلش، ما دمت موجود ما تحمليش هم، البيت بيتك والخير خيرك، واحنا كلنا اولادك. يبارك لي فيك يا عثمان يا ابني، طول عمره اخوك قلبه قاسي عليا وعلى اختك، وهو جه ابوك زمزمها. الله يسامحك. الله يرحمك. معلش، خدت لكم على سي عمر حكم ب10 جنيه كل شهر من يوم وفاه المرحوم الوالد. بركه. كان هيتجنن وحلف اذا انا الزمت نفسي ب10 زيهم يدفعهم لي فورا. رديت ام دفع 180 جنيه اهم. اتفضلي يا نينا. طب ونصيبك انت يا عثمان دي؟ نصيبه ايه يا اختي؟ هو مخلف نفسنا حاجه؟ ادي يا ست عدوله تنازل مني عن 40 فدان من وقفيتي، تاخد ايرادهم طول ما انا حي. ربنا ما يحرمني منك يا اخويا. ان شاء الله يا رب. ما بقاش ورانا حاجه تعطلنا عن السفر،
من بكرة نشد رحلنا على راس البر إن شاء الله. هوا البحر يشد حيلك يا نينة وتنبسطي. ربنا يخليك يا عثمان يا ابني ويطرح البركة في ولادك. الأولاني يا ست هاني. فين عجيل هرمي؟ بتكلم الطباخ. أخويا عمر خد ولاده سفر الكاب. أول مرة يعملها. إزاي فلت عليه الفلوس؟ وإمتى سافر؟ لازم من 3-4 أيام على الأقل. كم أخويا عمر؟ الله! ده ملعون روض أوي. ما تتخطيش انا هروح اجيبك. ساكر اصبر يا رب. سيارة شديد قوي النهاردة لكن ما تخافوش. هنستنى ايه هنا؟ نسافر يا بنتي والعوض على الله. النهارده بس مات الباشا. النهارده متنا كلنا يا نينا ومات الصافيه قبلينا. بكره يجي ابنك عمر ويقول سلموني البيت والابيار وطردنا كلنا في الشوارع. عمر يا ويلي يا ويلي. بابا منصور قوم يا ماما. يجي هو ومنصور نامي علشان تقوم الصبح بدري وتقابليهم وهم جايين بالمركب. نامي يا بنتي نامي. شوفي يا ست عديلة ما كنتوش هتجيبوا الجمعة دي ولد تقولوا عليه ولدته فايقة هانم ويورث لكم عثمان بيه مش هتلاقوا اللقمة تاكلوها بكرة. قصدك؟ قصدي اللي بقوله. هاتوا ولد يورث لكم عثمان بيه بدل السيد عمر. لكن ما يبقاش حرام. حرام ايه يا ست عديلة؟ الحرام هو اللي هيحصل لكم لما كنتوش هتسمعوا كلامي. ومنين نجيب الولد يا عم علي؟ سيب المسألة دي علي انا. ديتها كام جنيه؟ بس انت عليكي بالست فايقة والست الكبيرة. من عندنا هات الولد وربنا يغفر لنا. فضحتني الله يعدمني حسك عن قريب. اتسكتي الواد ده يا بيت. مساء الخير يا ام بربر. تاخرت ليه؟ كنت هطفي النار. ما هو الليل اسطر يا ام بربر. الامانه جاهزه. جاهزه وانت جاهز؟ وانا جاهز. Yeah.
الله 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 الله. ايه خير ان شاء الله. عثمان اخويا وابنه. مالهم؟ غيركم في راس البر. يا ندمتي امتى؟ من بعد ما سافرنا بكام يوم ومش لاقينهم لحد دلوقتي. يعني ماتوا يا بابا؟ اذا كانوا ما بنوش من كام يوم يبقوا ماتوا مؤكد الى رحمه الله. يا كبدي ما تتعزاش في غالي ابدا. تعيش يا ام رشاد. البركه في راسك يا اخويا. دلوقتي ما صحبناش نقعد هنا ولا دقيقه واحده، لازم نسافر في اول مركب علشان ننفذ شروط وقف المرحوم الوالد ونستلم العزبه. سعادة البيت. ستات مش هنا ولا ايه؟ هنا يا فندم. الحمد لله على السلامة يا اخويا. سلامة ايه يا استاذ عديلة؟ ايه عمايلكم دين؟ عمايل ايه؟ بقى اخويا قبضوا يموتوا ولا تدوناش خبر؟ ده يليق ده؟ ما عرفوش الا من الجرايد؟ يعني ما كانش صح انكم تكتبوا تلغراف ولا جواب حتى؟ واحنا كنا نعرف انت في انهي بلد يا استاذ عمر؟ كنت تسألوا عن عنواني من ناظر دايرتي؟ ما خدناش بالنا والنبي. لو كنتوا حاسين ان لكم اخ اسمه عمر كنتوا خدتوا بالكم. وعامله ايه هنا وحرم المرحوم اخوي؟ هيعملوا ايه يعني؟ مسلمين امرهم لله. هما فين امال؟ ما جوش ليه؟ ده انا جاي عشان اعزيهم. نينا عيانه وفايقه هانم لسه في النفاس. نفاس؟ نفاس ده يا اخوي؟ ده كانت حبله؟ ايوه يا اخويا امال، وجابت الحمد لله ولد وسمته يونس. امتى الكلام ده؟ ما كانتش حبلة ابدا. وانت منين تعرف اذا كانت حبلة ولا مش حبلة؟ هو حد شافك ولا سمع عنك من سنة ونص دلوقتي؟ انا عندي اخباركم يوم بيوم. على مين الكلام ده يا استعدين؟ اهو ده اللي بيعيط، ربنا يخليه. وليني الوقت تشوفه بعين؟ امه ما تحبش تخرجه من قطه قبل ما يربعن. دي امور بسطليجة. الواد ده انا ما اعترفش بيه ابدا. انتوا جبتوه علشان تغتالوا حقوقي وتتمتعوا باموالي. احنا هنقبح. لم لسانك واخرج من هنا لحسن ما يحصل لكش. طيب احنا مستعدين من بدري. تزود كلمه تبص تلقى نفسك متدرمك في الوقت في الشارع. طب انا هرجع اهو، لكن على المحكمه على طول اطلب الكشف عليها اشوفها حبلت ولا لا. مجرمين مزورين نصابين. ما اظنش اننا نكسب القضية دي يا سيدة. الولد بالفراش دي مسألة معروفة. فراش ايه يا اخوي؟ نطلب اجراء الكشف الطبي عليه. المحكمة ما توافقش ابدا. نعمل عملية فحص الدم. قلت لي ايه؟ المحكمة ما تسمحش بيه كمان. ومع ذلك فين الأب اللي هنقارن دمه بدم الابن؟ ترى ايه يا عمر؟ وانت مالك يا سيدي؟ انت ادفع القضية وخد أتعابك. خد ادي 10 جنيه دلوقتي. أمرك نرفع القضية بس مش ضمين. مش شغلك، هبقى ترافع وياه. وهو كذا. خير؟ خير؟ وفي خير في الدنيا ابدا؟ خسرنا الاستئناف. يعني الوليه دي خدت نص الوقف لوحدها بلعبه عملتها وفلحت وطز في اللي كتبه ابوك كله. طب تسلمنا عليا والنبي لا تنغشها الدم. ايه؟ مرت السنون وكبر اطفال الامس واصبحوا في شباب اليوم، ولكن التزوير مهما كان مبررا فهو جريمه على كل حال، جريمه تحمل في نفسها عقابها. فإذا كانت السيدة فيئة هانم وعمتي عديلة وجدتي رحمها الله وابنة عمي صفية قد عشن على ربا هذه الجريمة، فقد لحقهن عقاب الربا وتمخضت غرائز السفالة في ابن البراري عن شرور متمشية مع حياته الجديدة في منزل الكرام. وخابت آمال فيئة هانم وعديلة هانم في تربيته، وكان نقمة وشقاء لكل من معه في الدار ولا سيما أخته الطاهرة الوديعة.
حتى وجدناه في سنواته الأخيرة من زبائن المواخير وأصدقاء بنات الهوى والفساد. بس نقبك على شونه يا ست الصايع. بيقول ايه الوقت؟ مالك ومالك يا رشاد؟ سيبهم فرق. انا بدي اوري له مقامه. غير منك وبده فور دمك. اقعد بقى. اقعد لاعب سكت. وديني انفتح بقه في كلمه ثانيه انا نزل له صف سنانه. يقول ايه الفرق؟ يقول ان هو ما عليك. خلاص طلعتم كيف؟ لكن ما انت كلامه؟ خليك رواح ولا تزيد بالكار. اسمع ابو الليل ما ينفذش على اصحابه ولا قوم رواح. ما تزعلش حفاهن على شقاتك ابو هاشم. سعادة البيت. ما عرفوش. شيلها لك اكسرها على دماغك. ما تخافنيش. يظهر ان حضرتك عاوز تنضرب. ما سواد. ما سواد. سلام. ما يصحش كده يا بهوات. اعملي فجاري. ما تزعلش يا رشاد بيه عشان خاطري يا رشاد بيه. ما يصحش كده يا بهوات. انتوا ولاد زواج. معلش يا وليد بيه. ما تزعلش يا رشاد بيه. والحق عليه. الصبح عادي لقى على رشاد بيه وعمل لي فنجاري. ابن مين ده؟ اللي بيكلمك ده في جيبه 1000 جنيه. يونس بيه البرقي جد منصور باشا البرقي على سن ورمح. يبقى راي بقى. لا انا ما اعرفوش. لازم يصالحهم على بعض مدموزيل ثريا. ما يصحش الكازينو يخسر زبونين كويسين زي دول. انا شايف الحق على يونس بيه. انت يا ملعون الحق عليك. لكن اللي تحب معزوم تعال معايا. انا فين؟ نقعد سوا هناك. خدت الكسبور. اروح ازاي بس؟ عشان خاطري. يلا يا اخي روح. احنا جايين ننبسط ولا نغم روحنا؟ وفيها ايه ما طلعت وراي؟ امر الله وللست صايع. يقول لك بلطونه يا سيدي. انت لسه في قلبك حاجه؟ خلاص صافي يا لبن. صافي يا لبن. اتفضلوا من هنا يا بهوات. ازاي تبقى ابن عمي وما نعرفش بعض؟ والله مش قادر اقول فرصة سعيدة. سعيدة ايه يا اخويا اذا كانت ابتدت باللكاكين والاقلام؟ انتهى. تبقى ولاد عم ولا تعرفوش بعض؟ ابقوا زودوا السهرة كل ليلة ساعة
اللي فات. وعلشان نشرب شمبانيا، شمبانيا كمان شمبانيا. انا كده طبعي كده، ما اعرفش احب كده وكده. انا كده تعجبني فيك بصة عينيك، اعشق عينيك. تعجبني فيك لمسة ايديك، اعشق ايديك. وارقص معاك من غير فلوس، واشرب بدال كوب عرق سود. انا كده حبي كده، يا شيخة قولي غير كده. هو احنا نهاكل من كده؟ بقى تعشقي من غير كده، ومن غير كده، ومن غير كده. انا كده ما يهمنيش انت ابني بيه ولا ابني ايه، ولا بعش قلبي بالجنيه، ايه الجنيه. ولا عمر اقولك عايزة شيك، ولا الفلوس دي سمباتيك. انا كده حبي كده، معرفش احب كده وكده. انا كده حط الفلوس عندك كده، الدنجوان تاخدي كده، في محل فساتين او كده، وادفع كده، وادفع كده. انا كده ايوه كده الدنيا، لو شاف رقتي او رقصتي هيقول لي يا كيلو بطرتي ادي مخجتي. لو ما شعوش مهما جري لازم اقول له ايام سوري. انا كده طبعي كده، ما اعرفش احب كده وكده. انا كده فكرك كده على ايه كده، علشان بتتهدي كده. ده انا ارقص احسن من كده، كده وكده، كده وكده، كده 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 كده. بقالي يا يونس بيك، بقاله ساعة مستنظر. انفلق موالي الجاكيت، انفلق مش فاضيله النهاردة، ولا ما يجيش حتى، ملوش لزوم. ولما تبات السنة دي في الفصل مش يرفدوك يا يونس بيك. وانت مالك يا بارد؟ استنى بس لما ابلغ رشدي. والله العظيم لا تفوتك انت وغيرك من البيت ده. حكمتك يا رب، عمر الغراب ما يصير بلبل ولو انفقس في عيشه. هيخلص البلوفر ده انت يا ماما، الشتاء الله بيخلص. خلاص ما فاضلش غير اياه، لما تخلص من الخوجه تعالى قيسه عليه. مش فاضي، هخرج على طول عشان عندي ميعاد. عندك ايش وحياتك كم قرش عمل بيهم جيبي؟ ده انت واخد شهريتك بالكامل، والنهارده خمسه في الشهر. ده منها مصاريف الاوتوموبيل وتمن البنزين، هيفضل ايه لفسحتي؟ قومي يا شيخ هاتي لي 10 جنيه خليني اخرج بكرامتي. انا ما بخليش عندي فلوس، بحطها في البنك بامر المجلس الحزبي انت عارف. والعماره بتاعتك لسه عليها اثار. كل مره تتحججي لي بالمجلس الحزبي والعماره بتاعتي، اديني مصروف البيت وانت طبالي روحي. ما مصحش اخرج وايدي فاضيه، لو انا لسه صغير ولا اراضي قليل. مسؤوله لحد ما يرفعوا الوصايا عنك. دي كلها 3 اشهر ونخلص من التحكمات دي، ولا خدي مخلصه من دلوقتي. عم حسنين مرحب، سكان الاماره مجننين يا هارس، عايزين يسكنوا بلاش. ايه دي؟ استنى شويه يا عم حسنين. يونس هات الفلوس لما حاسب الراجل. حاسبيه على مهلك. دول 35 جنيه يا ست. يا خيبة الأمل، روح انت يا عم حسنين. حاضر يا ست، ما تقاسميش، هو اللي هتف الفلوس من ايدي. معلش، مع السلامة. واخرتي زي اولتها، ما هي باينة. قصرتش في التربية والتعليم؟ لو كان على خفته دي حنين ولا قلبه علينا، الا من دلوقتي بيهدد. كان هيجرى ايه يا ست فايقه اذا كنت قالتلي حاجه لصافيه من ورا الوقف في العشرين سنه دول؟ استحيت من ربي. بلا خيبه، له كان مال امه ولا مال ابوه، ولا كنا جايبينه من الحلقه علشان نديله 240 فدان وفوق منهم العماره اللي اشتريتيها له. الله يسامحه ابويا على دي العامله. كله هيعوضه لكم ربنا والنبي في الست صافيه. هي بقت مدرسة وبكرة تبقى ناظرة. مع السلامة يا ست صفية. الله يسلمك.
اتفضلي يا مدموزيل، انا في خدمتك. مش حرام عليكي تعامليني كده يا سيسي واحنا جيران؟ قليل الادب. وبعدها وياك يا فندم. وقال ايه؟ انا مش قلت لك ما تجيش هنا تاني مره لاخدك على الجيز؟ فوت بقى جمار وديني لبيتك اللي لادي على الاسفل. سيب شكتها. الله، انا جاي استنى اختي. اختك مين يا جليل التربيه؟ هي تتوصل تيجي هيني؟ ان كنت عاوز تبصبص روح حته غير دي مدرسه فيها بنات ناس، ما تجيش انت من خدامين. ايه اللي جابك هنا؟ كنت فايت قلت اوصلك وفضلت استناك على بال ما تخرجي. لا يا ابا، ده بيجي هنا كل يوم ويعمل معانا الصول برد. وقت مسك اسم تيسي قامت ضربته على وشي. انا كنت بسالها عنك، معرفش افتكرت ايه ومدت ايدها عليا. بلاش كده، انا شايفك وانت بتجري وراها، وشايفك وانت بتجرجر فيها على الاوتوموبيل. دي جناية توديك توكر. مش عيب يا اخويا. اخوك ده يا ابلة؟ ايوه. طب معلش سيبه والنبي. حسيبك المرة دي لاجل اختك الاميرة دي. الله يجازيك يا شيخ. روح. كده يا يونس تعمل فيا دي العاملة في مدرستي وقصاد تلامذتي. اللي بقيت مش عاوز اسمع الكلام ده. ما انتش لاقي في مصر غير الحتة دي. انا حر اروح مطرح ما اروح. بكرة تشوف البنت دي هيحصل لها ايه. وديني لخلي واحد يرمي على وشها مية نار عشان يشرفتها خالص. انا تضربني بالقلم. طيب تستنى. انزلي بقى. هنا؟ ايوه روحي بالترماي لحسن عندي معاد كنت ناسيه. مش كنت تعدي بالحتة دي احسن؟ اوتوموبيلات صعبة قوي هنا. ما عنديش وقت. يلا انزلي بقى ما تعطلينيش. خالاتي العزيزة، أقبل إليك أنت وعمتي وأهدي عاطر سلامي إليكم والعزيزة صفية. لقد زاد الحنين إليكم فوجدتني أقدم استقالتي من القنصلية لأعود إلى المحاماة، وأسعد بقربكم. وإلى حين لقائنا القريب إن شاء الله أبعث إليكم بآخر صورة لي لتنوب عني في تقبيلكم جميعا. وفين الصورة أمال؟ يا حبيبي وروني. ده بقى راجل. ربنا يحميه ويورينا وشه بخير وسلامة يا رب. أقدر أقولك مبروك دلوقتي ولا لا؟ يسمع منك يا عديلة، بس إن ما كانش أخوك عمر يقف في السكة. وهو عباس يهمه أبوه ولا أخوه ولا لسه صغير؟ اللي انكتب في الأزل ما يغيروش العدل. وحشني حسن الحبيب، وحشني حسن الحبيب. والطيف مزود شجوني ان شفته يوم من قريب يغيب سنين عن عيوني. Thank you.
اتغميت يا ام رشان. اهو هيبقى شايلني فوق راسه وزاعق زي ما كان. لا انا مش قصدي كده، لا انا خايف نتلف وخلته وتلزق له بنتها بالاغاظه فيا وتبقى داستني بالرجل دي وبالرجل دي. فشرت قطع رجلها على رجل بنتها. والله ما انا عارف هنقعده فين، البيت برضه ضيق. خليه يعيش بره هيرجع ينكد علي عيشتي. مرات الاب ما تتحبش ولو قدوا صوابعها شم. احسن بس لما يستهدى ويفتح مكتبه تاني. يا متندامة على ابن رشاد، تلفت امله في قعدتك في العزبة العشرين سنة دول، حتى مدرسة الزراعة الصغيرة ما نجحش فيها. وماله رشاد راجل الشهر راسه براس اكبر ولاد زوات البلد، مين زيه بيصرف منهم؟ مالكيش حق يا خديجة، انا مقصر ويا في المصروف. ربنا يخليهولك، لكن برضه مش زي اخوه ده. انا ناوي اكتب له هو لوحده العتبة الصغيرة اللي شريتها من السنبلاوين والبيت ده عشان ما يشوفش روحه اقل من اخوه. ربنا ما يحرموش منك يا ابو قلب حنين. وانا يا بابا تجي ما كتبش حاجة للستات. كتب لنا يا روحي انا وانتي. صحيح. ايوه ربنا يجعلك شجرة مضللة علينا ويخليك الف 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 سنة. فين المرة شاه؟ راح يتغدى برا وحيفوت عليا دلوقتي عشان حياخدني السابق. السابق تلقوم اروفر عليكم بقى. مع السلامة. تظن يا فكرية انا شفته ابدا قبل امبارح؟ عشنا طول عمرنا في قهوه وهو في مصر. لولا خناقه امبارح كنا عشنا وموتنا غرق. من حب الا بعد عداوه. سلام يا فكريه، الدنيا مسيعاني النهارده علشان شغل. صحيح. دي بقى خليه ياخد باله من السبق، الخيل قامت. طب كسبان يا تيونس وانا جلع. هتشوف اللوحه حالا. انا والله اخدت منها 15 دي على وشك يا فندم. وانا والله ما خدتها الا على وشك انت يا يونس. يا ولاد الايه 12 جنيه لكل واحد منكم، مبروك. يلا بينا بقى نصرف ونروح على طول على البيت يفرحني. قوم بينا يا يونس. هتاخدوني كده؟ بيقولوا عمي ما يحبش يشوفني يمكن يكرش. يكرش توكي فاهمين وايه ده هيفرح بيك خالص. الف مرحبا، اتفضلوا. عمك زمانه راجع وهيفرح بيك قوي لما يشوفك. شفتي بقى قد ايه يا نينا يونس ظريف قوي. الله يحميه لشبابه. هو ابن مين؟ مش ابن عثمان بيه؟ ابوك كان راجل ولا كل الرجاله يا يونس بيه، الله يرحمه. بخاطرها بقى. مش خساره ما نشوفوش السنين دي كلها يا نينا. اظن بابا جه. عن اذنكم. عن اذنكم شويه، انا راجعه لكم حالا. فرحتي ما تتقدرش يا فكرية، ما عدتش اعرف اعيش من غيرك. صحيح. برق من عيلة البرق. والله غمتوني يا شيخ قوي. بعد الشر عليك من الغم. ليه بقى انا قاطع بينكم وبينه وهو يروح يصاحبه من ورايا ويجيبهوني لحد عندي في البيت؟ مش تشوف قصده ايه وفكره ايه وبعدين تتكلم؟ ولا رشاد يعني في نظرك؟ قصدك ايه يا سي رشاد؟ قصدي ايه؟ قصدي ارجع لك عزبة البدرشين والسرايا بتاعت ابوك، وفوق ده كله عمارة عرضها 60 جنيه في الشهر. ويرجعوا لي ازاي؟ عاوز الف واجوزه لبنتك، ولا يعني عاوزها رخرة تطلع ملط زي عمتها عديلة وتفضل عانس محدش يقول لها انت فين؟ بعد الشر تف من بقك. الحقيقة حكاية حرمانها من الوقف دي مضايقاني قوي، والغريبة ان كل الناس عارفة، علشان كده كتبت لها الكام فدان اللي شايتهم السنة اللي فاتت. ايه يا امها؟ لما اتجوزوا فكرية تبقى خدت نص الوقت الروحة، مش 10 فدادين ولا 20، ويكون المال رجع لاصحابه. انت ايه وبنتك ايه؟ بس يعني كنا تاخد واحد محدش عارف ابوه مين، ان كان عربجي ولا عواطلي. يا سيدي انت هتاخد الواد ولا ابوه؟ باذنك اشتريت مملوك وجوزتها له، ده واد مؤدب وظريف ومش هيخرج من تحت ايدك. ما رأيكم؟ وبديت طيق الخازوق اللي تستهلكه. هو فين؟ قاعد هناك في الشكمة مع فكرية. قاعدين زي جوز العصافير.
على الله تطلع اسمتها فيه. خلي المسألة دي عليا يا بابا. برافو يا رشاد. والله يا بيت دحوش على العشاء. عندكم حاجة تستاهلوا المال. كله موجود فضلة خيرك. لا لا اجري يا رشاد كلم الدلة خليه يبعتينا سفرة عشاء ممتازة وشيع معاها جدع في السفرجي بريمو. حمامة. ده اللي جمع شملي عليك يا ابني يا يونس. أنا سعيد والله يا عم النهاردة. المحروم من أبوه أسعد لحظة في حياته يوم ما يشوف عمه. يا ما كنت بتوحشني وكنت أحب أجيلك لكن خوف يعملوا في عمل الزمان ويكسروا خاطري. حد يقدر يعمل كده يا عمي ده بيتك. دلوقتي معلش نايته الله يجازي كل واحد بعمله. المسامح كريم. اتفضل يا يونس يا ابني خد ذوق حمام فكرية. لازم بقى حاجة تطير العقل. الطباخ اللي جابه سعال الدولة واحد بريمو عنده 3 رايت من باريس. السفراني كويس ما يتكلمش على السفرة. قبل ما تاكل يا يونس شوف انت مأمن على روحك ولا لا. تعمله فكرية مؤكد يطول عمر. دي حاجة مدهشة صحيح. صحيح عجبتك؟ والله يا عال جدا ده انت استاذة اهو. الست اللي ما تعرفش تطبخ ما تبقاش ست. اول ما خدت الشهادة دبيتها في المطبخ عشان تتعلم ولا خليش الطباخ يضحك عليها. يا مهنتني يا يونس. انت لازم تدوق المكرونة بالبشاميل تشتهيها كده. ابقى اعمليها له بكرة يا فكرية. حاضر يا فندم. من عينيا. متشكر جدا. مش بكرة يوم تاني ان شاء الله. سفرة دايما ان شاء الله. انست ونورت. اسمع يا يونس يا ابني انا احب انك تعوض اللي فات واحب اشوفك هنا دايما. مالكش عذر. البيت بيتك ودي والدتك ودول اخوانك. ربنا ما يحرمني منكم يا عمي. اسيبكم دلوقتي بقى تتمتعوا بشبابكم تغنم ترقصهم. حكيم انا ما بتعشاش مش متعود على السهر. اتمسوا بالخير. يسعدني ساك يا عم. بعد العشاء نلعب شويه تكون كان. وبعدين يا جماعه هتاخر قوي. يا سيدي وهنعمل ايه بالنهار؟ الولد ما بقاش الليله في سريره يا عديل. صحيح في السرير زي ما هو عمره ما بتبرى. يسهر مهما يسهر لكنه يرجع. يا خوفي لا يكون حصل له حاجه بالاوتوموبيل. ما قلت لك بلاش الاوتوموبيل ده. وانا جبته الا من غلبي اهو. جه كل الاحبه. كنت فين يا يونس؟ دي عامله تعملها. وجرى ايه؟ جرى ايه ايه؟ من امتى بتبرى؟ وانا صغير. صغير وكبير ايه؟ ده احنا انشغلنا عليك قوي. ما تبقوش تنشغلي. طيب مش كنت اتكلمنا في التليفون؟ امال هو لازمته ايه؟ بقى الحق عليا ان ما صحيتكوش في نص الليل. وبت فين الليله دي؟ في بيت عمي. في بيت عمك؟ وش وداك في بيت عمك؟ تهدى وداني الوداني يا محكمه. اي اهانم كنا في هم وصبحنا في همين. ايوه. 2 تورته 3 دسته جاتو باكو زبده نص كيلو باتون سالي دستتين ساندوش مشكل. ايوه يكونوا عندي الساعه 4 تمام. ماشي. ما قلتليش على العزومه دي يعني يا يونس. وانت خليتيني اقول لك النهارده رشاد وفكريه ولاد عمي جايين ياخدوا الشاي معايا ويتعرفوا بيك وبعمتي. اهلا وسهلا. بس كان لازم تستاذني ولا ماليش حساب؟ وانت كنت هتمنعي ليه؟ لو استشرتني كنت انصحك تبعد عن الناس دول. مش هم ولاد السيد عمر اللي فضحك في مصر بقولتوا عليك انك مش ابن اخوه؟ الكلام ده ملوش اصل. اصل يا ابني في المحاكم ثابت في اوراق القضايا اللي رفعها عليا عشان ياخد الوقف منك ويحطني في الحبس. الكلام ده ما صدقوش. ده عمي ملاك مراته ست اميره ولاده جنتيه جدا. السلام امبارح بس عرفت حنيه الاهل. ربنا يحميك يا ابني ويحمينا وياك. مش ناويه تقابليهم وتعملي الواجب ولا ناويه ايه؟ امال يا ابني ذنبهم ايه؟ هم ضروري نقابلهم كلنا. دول ولاد عمك على كل حال. الدعاب هو ما يصحش نعيبه. هو كده كويس. انا
سعيدة النهاردة اللي شفتك يا فكرية. وأنا يا بنت عمي. وأنت بالطبع يا رشاد، لكن أنا ما سبقليش شفت فكرية قبل النهاردة. اشكريني بقى اللي جبتلك القمر لحد عندي. معلومة أشكرك. ويعني فاكراني من 22 سنة؟ فاكراك أنت وعباس وعمي وتيزة خديجة هانم والكل. عباس كان أحلى مني وهو صغير. الحلاوة دي مش فاكراها، اللي فاكراها حية كده بطرطور طويل وقاعد بين عمي وتيزة خديجة هانم. بسم الله عليك يا صافية. تمام والنبي. عباس راجع من أوروبا الشهر الجاي، عندكم خبر؟ أيوة، بعتنا جوابك. بالسلامة إن شاء الله. إلا رشاد بيشتغل في إيه؟ مفتش في إدارة المسائل الأصلية تحت رئاسة يونس بيه الملك. يا أخويا أنا افتكرتك بتتكلم جد. أنا مش عارف إنتوا عاوزيننا نتوظف ليه، قاعدين تأليفونا في المدارس ودروس خصوصية وبلا أزرق. إذا كان الواحد عنده اللي يكفيه زيادة مش يسيب الوظائف دي للمحتاج ليها؟ طمع وفراغ عين بعيد عنك. الواحد من غير علم مالوش قيمة ولا كرامة ولو كان أغنى الناس. يلا بينا بقى يا رشاد عشان نلحق معاد السينما. يلا يا يونس. استأذن يا تيجا، احنا سعداء جدا، ضروري لازم تشرفونا. بإذن الله. فين فكريا امال؟
خرجت مع يونس ابن عمها تتفسح. واخر تتفسح دي يعني ما قالكيش كلمة تفهمي منها نيته ولا قصده كونه يتفسح مع واحدة يعني يعني زيها زي غيرها؟ لا ده بيحبها قوي وانا شايفة وعارفة. لكن الشبان اللي زيه ملهمش امان، كل ما تطول خطوبتهم يبرد حبهم. لك حق، ضروري الواحد ياخدهم في حموتهم. ورشاد رأيه ايه؟ زي رأيك، بيقول احنا يا شبان زي ابو فصادة، مرة وشنا هناك مرة وشنا هنا. والله ايه سرق. بونجور يا ماما. بونجور يا بابا. بونجور يا عمي. بونجور يا تيتا. اهلا يا ابني. فكرية غير هدومك اوام عشان معاد السينما. معلش السينما النهاردة وانا عايزك في حكاية اهم. خير يا عمي؟ خير يا ابني، بس انا بشوف ان خروجكم كل يوم مع بعض كده يعني بتدي الكتاب مش مستحسن. الناس بعدين يا ابني هليلوا عرضنا. انا منايا اكتبه النهاردة قبل بكرة، لكن مستني رفع الوصايا عني عشان ادفع المهر اللي يليق ببنت عمي. وليه يا اخي ما تطلبوش من والدتك كمان؟ هتعانف فرد ديني زي ده ولا خايف تقول لها علشان بتكرهنا؟ لا يا سيوني ده مش حال ده. وايه الرأي يا عمي؟ إيراد الشتوي اهو جالها امبارح 1500 جنيه. المؤجر كان معايا في نضول فرج وقال لي انه راح يدفع لها على طول القسط. ما قالتليش. تقول لك ازاي والسنه دي اخر سنه لها في الوصايا؟ يعني مش هتعرف تخنصر لبنتها. ما تقدرش ازاي؟ دي الواحده اللي تسرق من ابنها حتى ما عليهاش مسؤوليه. كده زي ما بقول لك، واللي يسرق من ابوه ولا امه برضه ما عليهش مسؤوليه. ازاي الكلام ده يا عمي؟ روح شوف لك طريقه وحرص على فلوسك. بلاش السيما النهارده، انا مش بمنعك عن عروستك. لا لك، انا خايف على فلوسك. سعيده يا ماما. سعيده يا حبيبي. تمدتنيش وسط الاوتوموبيل علشان بنعمل الحساب ده ب 400 جنيه بس، والميه الباقي خدتهم صرفتهم من غير حتى ما تديني خبر. دلوقتي هديكي خبر بداله. خير ان شاء الله. فكريه هاخدها. فكريه؟ ايوه. وحد يقدر يحوشك؟ محدش، لكن قصدي اللي عنده كلمه وفرها. وقولي لعمتي تبطل النقرزه لحسن والله اطردها من البيت. انت جرالك ايه يا يونس؟ ده كلام يطلع من بقك؟ قول الكلام ده للي عنده احساس. انا ما عنديش احساس. لو كان عندك احساس ما كنتش تقبل تناسب واحد قال عليك اللي قال. اهو كذب روحه بنفسه ورضي يجوزني بنته. طمعان في مالك؟ وانا طمعان في اللي تقدر تفهمني وافهمها. ربنا يملها عليك بركه. بركه مش بركه، انا عاوز 1000 جنيه دلوقتي حالا، الفلوس اللي جابهم المؤجر امبارح الظهر. انا ما اقدرش اتصرف من غير اذن المجلس الحالي. فاضل لك شهرين ثلاثه تتصرف انت في مالك. انا هتصرف من دلوقتي. بتعمل ايه يا يونس؟ خدت فلوسي. خدهم من المجلس مش مني. اوعى كده وشي. انا اديت للقسم اقرار عليا بالمبلغ، وقلت فيه ان خايف لوالدتي تاكلوا عليا لان دي اخر سنه في الوصايا. عليك نور، لازم تتصرف بحذر وبعقل، ولا بعدين تحضر عليه. اوعى تمكنها منك ولا منا يا سيونس يا مصير. الله، وانتوا مالكوا يا عم؟ الله اكبر. مش يصح ان الست امك من غيظها وكرهها فيا تروح النيابه وتقول اغريتك وخليتك ما تاخذنيش تسرق لي منهم 1500 جنيه؟ لا يا اخويا، ده يمكن يجرجروني على النيابه. وفي حد يصدق كلام زي ده يا عم؟ المساله يا ابني مش مساله يصدق ويكذب. اللي قصده البهدله والشوشره ما يهموش. اسمع، ما نحط المبلغ في البنك وتاخد دفتر شيكات ونريح روحنا كلنا في محله يا عم. بس اوعى ايدك تخوط فيهم، لحسن ست والدتك تحجر عليك في دقيقه، ودي ست فايقه هانم والاجر على الله. ما احناش قدها يا سيوني. الو
برافو فكرية عليك نور. هقول رشاد بقى عشان يزقطر. هتستنونا فين؟ في جربي؟ بعد ربع ساعة هنكون عندكم. والفوار يا ماما. رشاد! فكرية عمي عطبت لك صاحبتها وهنروح نقابلهم دلوقتي. صحيح؟ وما تفلفش بقى وهيص بقى. أما فكرية دي مهولة هفسحكم حتة فسحة الليلة دي. على حسابك. على حسابي. اهلا وسهلا. اما اروح افرح ابوك. ازيك يا رشاد؟ اهلا وسهلا يا عباس. يونس تعرفه؟ اهلا يونس. ما شاء الله تبقيت راجل اهو. ميرسي يا رحمة. كنا نحب نقعد معاك لكن لسوء الحظ عندنا معاد في جروبي. على كل حال الايام بيننا. اوفار يا عباس. ايوه رشاد مستعجلين قوي. اوفار. صح برضو تيجي من غير ما تديني خبر. بقصف يا بابا حبيت اعملها مفاجأة كده علشان ما تعبكوش. مفاجأة ايه يا ولد اخويا؟ انا مبسوط قوي يا بابا ان صحتك عال. الحمد لله. الحمد لله. ومبسوط كمان ان المياه رجعت لمجاريها مع بيت عمي. ازيهم دلوقتي؟ انتم مجرمين سفنة. الله ازاي ده انا شفت يونس هنا دلوقتي. مو هتجوز اختك فكرية؟ اعمل ايه يا ابني؟ خفت الواد اتخصنوا خالتك؟ قلت عايزينه مملوك من اللي بيشتروهم ويجوزوهم لبناتهم. وهي على كده مبسوطه ولا شكله فاضلي؟ ابدا. دي عامله مناحه. لكن يا سعد باس انا ما احبش اعرف الست دي ولا احب انك تودها. صحيح خالتك لكن انا كمان ليا كرامه. كرامتك محفوظه يا بابا لكن ما يصحش ان بعد الغيبه الطويله دي ما ازرهمش. لما تستريح معلش لكن اوعى تدك سهمي وياهم. معاذ الله يا بابا. ايوه طاعة الوالدين من طاعة الله يا ابني. هو فيه زي ابوك يا عباس بيه؟ ربنا ما يحرمكش منه ولا من شرطه. عشان الثروة اللي حرمتني منها 20 سنة تطلع من ايدها وتلقع بيتي تاني. تدبير ربك وعدله رجعت لك من غير ما تعلم ولا تدرى. ده انت على بختك خالتك عاملة حلة ملوخية بالأنارم. ميرسي يا بابا. والله انا عندي ميعاد مهم ومضطر اخرج دلوقتي ويمكن اتعشى بره. ليك حد من اللي كانوا جم معاك على المركب؟ لا ابدا الحكايه اني هو حلو امال. يا حبيبي الحمد لله على السلامة. يا دنايا جيت مصر امتى؟ لسه دلوقتي يا دوبك حطيت الشنط وجيت كارك. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. تعالى تعالى احكيلي عملت ايه في اوروبا؟ ما سيبك ده لو ادوني 1000 جنيه في الشهر وقالوا يرجع تاني ما اقبلش ولا ارد عليهم حتى. ازاي؟ دي بلاد البحبحة والامارات. سيبك وفي اجمل من مصر والدنيا كلها ما فيش الا امارة واحدة بس اهي. يا عباس بيه يا الف اهلا يا الف مرحبا. عم علي ازيك؟ لا بالحب. بس حاسب احسن دقنك بتشوقني. وحشتني قوي قوي من يوم ما سافرت والبد ابصر جرى الويل. اطمن بقى اديني جيت ومش رح ارجع تاني ابدا. الحمد لله. كده ولا ايه يا صافيه؟ الحمد لله. ابدا وانا 60 ابدا في بعض. امال فين عمتي عديله؟ مين اللي بيسال عني؟ حذري. عباس ألف الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ازيك يا عمتي؟ أهلا يا حبيبي. ها اتفسر حلمك يا صافية؟ بالحرف يا عمتي. وخدتيه بالحضن زي ما قلتيلي؟ أبدا يا عمتي أنا اللي خدتها. ومادام بتفسروا الأحلام بالشكل الهايل ده فأرجوكم تفسروا لي الحلم ده لحسن شاغلني قوي. إيه؟ حلمت يا ستي إن أنا رجعت مصر وقابلت صافية وجبت لها الأسورة دي ولبستها. ميرسي يا عباس. تقدروا بقى تفسروا لي الحلم ده معناه ايه؟ فكر يا عم علي. تفسيره ان ربنا جبر خاطرنا كلنا والليله ليله فرحنا. <تصفيق>
صفيا ويوقعوني من طولي. الله دهبة، امال استعفت من المدرسة ليه؟ الله 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 الله، وقالك الكلام ده منين؟ الله، هو في حاجة بتستخبى. بونجور يا بابا. بونجور يا تيزا، ازيك؟ سعيدة يا روحي. على الله ما كنتش اخرتكوا عن الغدا. ابدا، ده انا لسه اهو. عملت ايه في الوزارة؟ قبلوا استقالتك ولا لسه؟ والله يا بابا رحت النهاردة لقيت طلب جايلي من وزارة العدل علشان اشتغل في النيابة، وطبعا هيحفظولي اقدميتي ويرقوني كمان، فقبل؟ يا ريتك امال ما اجرت المكتب، بس يعني مصاريف؟ جرى خير يا بابا، في واحد صاحبي هياخد المكتب مني ويدفع لي كل المصاريف. كويس. دي الدبلة دي انت بسهل يا سعبان. دي عادة خدناها على الفرنج يا بابا، مش بطالة. بس يعني ما كنتش لابسها ما رجعت من بلاد بره. ما كنتش خاطب حد قبل ما اجي. ويصح انك تخطب من غير علمي ولا اذني؟ حضرتك مش موافق على صافية من بدري، وانا صافية مخطوبالي من ايام جدي. بقى انا رضيت بسفرك لبلاد بره عشان تبعد عن وش خالتك المجرمة دي، وانت اول ما تيجي تلف لي على بنتها. وبنتها مالها ومال امها؟ دي صافية بنت عمي،
وانا ما شفتش احسن منها في الدنيا اللي لفتها. لكن انا مش موافق، المسألة مسألة كرامة، وانت دلوقتي دوست على كرامتي. اذا كان انت عاوز تجوز بنتك لواحد اعترفت في المحاكم كلها انه لقيط، تبقى انت اللي دوست على كرامتك مش انا. عاوز انتقم من المجرمة ورجع المال لاصحابه. وانا دخلي ايه؟ دي مسألة ما تهمنيش انا في حاجة أبدا. انت بترد علي يا ولد؟ اخرج بدل بيتي، ويكون معلوم لديك ان عزبة السنبلاوين هكتبها لاخوك رشاد، ولو كنت اقدر احرمك من الوقف ونزلته كنت حرمتك كمان. انت حر في مالك، تتصرف فيه زي ما انت عاوز، ان شاء الله ترميه البحر. امشي بدل بيتي، ولد مجرم سافل عاق، اغسلني عليك وعلى البطن اللي خلفتك. قلت بركة يا جامع اللي جات منك ولا جاتش مني. والنبي بتضحكوا ليه؟ والدي طردني يا عم علي لما شاف الدبلة في ايدي. اشمعنى يا رب ما طردش بنته لما جه سيونس وخطابها؟ ولا بنتنا وحشة؟ وحشة قوي. انا راضي بيها الوحشة دي، راضي بيها قوي. انا اللي وحشة في نظره مصطفى. لكن حلوة في عين العبد والرب والنبي. ومرات ابوك ما اتدخلتش؟ ما اتكلمتش ولا كلمة؟ تتداخل؟ تتداخل ازاي؟ قال يا جوحة مرات ابوك تحبك، قال اتجننت. ده الطردة دي هتخلي ابوها يكتب لولادها كل اللي جمعه من ورا الوقف. قال ايه بالعند فيا. كلنا بنكرهه فينا. تعرفوا ان والدي خدمني من غير ما يعرف؟ ازاي؟ الشقة اللي كنت موضبها مكتب للمحاماة كنت هفرط فيها لواحد صاحبي، لكن دلوقتي انا اولى بيها، اسكن فيها انا وصفية. ولا ايه يا خالتي؟ على طول كده؟ على طول على عرض. احنا هنستنى ايه؟ قوموا بينا علشان افرجكم الشقه توضبوا لنا الاوض. يا عم علي اجري هات لنا تاكسي على بال ما الستات يلبسوا. حاضر. يلا يلا. عليك نور يا معلم، اسمع، دخل الصندوق ده جوه. حاضر. هات صندوق الويسكي من العربيه من بره. حاضر. على فين؟ خارجه مع عباس. ايه قله الذوق بتاعتكم دي؟ علشان ايه؟ يعني عامية ولا طرشه؟ مش شايفاني بحضر للحفله اللي عاملها الليله بمناسبه رفع الوصايا وخطوبتي الفكريه وداعي فيها اصحابي؟ وانا مالي ومال اصحابك؟ هو انا هغني ولا حرص؟ هتيجي غصب عنك عشان تقابلي الضيوف وتعملي الواجب، ولا عامله رباطيه عليا انت وامك وعمتك؟ دول جايين يشربوا ويسكروا، ولا يصحش لوحده زي تقعد في وسط زي ده. خش جوه لحسن وزيرك. انت مالكش سلطه عليا، انا حر اعمل اللي انا عاوزاه. لو كنت عزمت الواد اللي انت دايره معاه الايام دي على حل شعرك كنت جيتي وقعدت تحت رجليه، مش كده؟ اخرس، اللي بتقول عليه واد ده اشرف منك. يا بنتي الحرام. يا سافل يا منحبر. طيب استنى عليا. بركة حبيبتي يا سيدي. ربنا يتمم بخير، في قرح. وخلصت الازازه اللي جبتها لك اوام؟ الطبح مخروقه وخرت عليا. امال هتخطب ازاي؟ انا عارف اتكلم وانا سايق. ومنين اجيب الكلام الفارغ والمدح اللي ما نشرحش؟ ومع ذلك اللي احنا فيه. يلا. سيداتي أنساتي سادتي، اجتمعنا الليلة لتهنئة الوجيه يونس بيه البرقي لإعلان خطوبته على سليلة المجد والكرم بنت عمه الآنسة فكرية هانم برضو البري. ونهنيه كمان بفك الحصر وزوال الوصايا عنه بعد طلوع درس العقل وطلوع الروح كمان. ونشكره على انه هيئ لنا الفرصه السعيده دي علشان ناكل ونشرب من غير ما نحاسب كرسول.
قلة الذوق دي بتاعت امك وعمتك يا سيونس، ولا يعني عاملينها بالعيني علشان يهزقوك ويهزقونا؟ بقى لا ييجوا يحيوا الضيوف ويعملوا الواجب، ولا يتنازلوا ويسلموا على ابويا وامي اللي علشان خاطرك دخلوا البيت ده تاني. والله الست دي هتجنني، مش عارف اعمل ايه. يا شيخ بلغوبني كده، اطلع عزمهم بالعافيه ولا اطردهم من البيت اللي مش عارفين مقام الراجل اللي فيه. ابويا مكسوف مش عارف يتكلم. حضرتك وحضرتها قاعدين هنا سابقين عم الكيزة لمين؟ اللي عازمهم هم جايين لي؟ جايين يشرفوكي وقالوكي انهم يوروني انهم متعودين على حفلات السكر والمسخرة والستات اللي يقعدوا يقرقهم زي الحشاشين. دول احسن منك واشرف منك. اخرس قطع لسانك قليل الحياة. اخرس انت. اتفضل يا سيونس، اتفضل اخرج يا اخويا روح لاصحابك، ما احناش فايقين لك. طيب استني وديني ما انتم قاعدين في البيت من بكره كده واكتر من كده. بس استبر عليا اللي تقدر تقول للسر الالهي ايه في كونك بعد ما ربيتك وتعبت فيك طلعت سافل ولئيم؟ لاني معوني سافل ولئيم. يا سلام، ربنا انطقك بالحق. صحيح معونك سافل ولئيم لانك مش ابني. الحمد لله. ولا عثمان به البريء ابوك. ده فين يا اخي والكل مستنيك تحت عاوزين يشربوا في صحتك؟ استنى يا سيدي لما اشوف ابويا مين وامي مين. امك مره كانت بتشوي السمك على شط البحر، وابوك راجل شحات كان بيدور على العشش. يا دون يا سفلة يا مكرمة، والله العظيم عيب. الله عيب يا سيوف. توريني بكرة الصبح لازم اروح للمحكمة واعترف لهم ان انا زورتك على عيلة البرقي. كنت عاوز اعول امهم واختهم واربي بنتي المسكينة اللي انحرمت من مراس ابوها. هروح للمحكمة اثبت لهم بالبرهان والدليل انك دعية. دعية مكرمة؟ ايوه دعية. مش هيحبسوني ويبهدلوني في السجن، ما يهمنيش. اللي يهمني اني احرمك من العز واطردك من البيت وارجعك تشوي السمك زي امك وستك واطردك من البيت قبل ما تطردني منه. يا سفلة يا مكرمة، الله يقتلك. انت مجنون يا يونس. حضرات المستشارين، انهدم ركن العمد والإصرار في هذه الحادثة كما رأيتم. أيقال بعد هذا إن هناك جريمة؟ أيقال بعد هذا إن السيدة فيء هانم قاتلة أثيمة؟ لقد رأيتم أنها كانت قد أوشكت أن تكون قتيلة لولا إرادة الله، ولكن وكيل النيابة سامحه الله تأثر بكلام أبي وسبح في الخيال وأصر واتهمني وأهانني فادعى أنه الهوى وأنه العقوق. أنا كنت بأدي واجبي يا أستاذ على قدر ما كنت أعتقد، ولا يجوز لرجل مخلص لعمله واجبه أن يجعل للصداقة أو الزمالة أي اعتبار في هذه الشؤون، بل إني أعتقد أن المجاملة في الله أو الوطن أو حقوق المجتمع جريمة لا تغتفر، وعلى هذا فإني أفوض الأمر للمحكمة. الواقع يا حضرات المستشارين أني لم آتي إلى هذا المكان الموقر لأدافع عن سيدة متهمة بالقتل، لا، فقد كنت على يقين أن براءتها أوضح من أن تحتاج إلى بيان. فمن الجاني إذن؟ الجاني هو جدي منصور باشا البرقي. نعم، جدي الذي وضع هذه الوقفية الظالمة، فقد أراد بذلك أن يعدل على الله الحكيم شرعه العادل الذي أمرنا باتباعه وأمر ذوي السلطان برعايته، ثم وجد في الناس من يعينه على هذا البغي والباطل، كأنما يحق له أن يملك هذه الأرض ويتصرف فيها بعد أن يزول عنها ويزول منها ترابه.
ولعمري لو لم يعبث الجد بشرع الله لكفل لهن القوت والسعادة، ولكنه عبث، فماذا يفعل هؤلاء النسوة الضعيفات ليعشن كما أراد الله ويعل الطفلة اليتيمة؟ عليهن أن يحاربن الشر بسلاحه والبادي أجنى وأصلم. أتينا بذلك الغلام، ملكناه ما لا يستحق من ثروة وجاه ورعاية ليعشن في كنفه وظله بعد أن أبى عليهن القوت عائلهن الأعلى جدي وولده من بعده أبي. اخس عليك وعلى البطن اللي خلفتك. أنا بدافع عن نظام الوقف وظلمه، مش ظلمك أنت. صرفت عليك دم قلبي، ولما بقيت محامي تيجي تترافع ضدي وفي صف خالتك المجرمة؟ اسكت يا راجل أنت. اسكت إزاي؟ ده ولد مجرم سافل بيدافع عن المجرمة اللي قتلت أخوه. مش متيش يا ست فايقة، أنا خارج رايح على بيتي، لكن أنت عالمشنقة على طول. وانت يا اختي بتعيطي ليه؟ ما انت هتورثي الوقف ده كله لما تتجوزي الواد ده، وهتاخدي عمارة يونس كمان. امال ايه؟ امال امك قتلتهم ليه؟ الله يخرب بيتك يا فايقة بنت ترنديل، زي ما خربت بيتك. حضرات المستشارين، شرحت الامر لحضراتكم وهو الان في يدكم، فاذا حكمتم فبالله لا تنسوا أن تدمغوا بحكمكم العادل جبهة الشر المستطير في بلادنا، الشر الذي يملأ الدنيا حوادث من أمثال هذه المأساة، حوادث يتنكر فيها الأب لأولاده وبناته، والأخ لإخوته وأخواته، والابن لأمه وأبيه، والعبد لربه الكريم العادل. يا حضرات المستشارين، إني لواثق تمام الثقة أن حكمكم هو البراءة.